أهلا بكم من جديد. أنهى مؤشر البحرين العام تداولاته هذا الأسبوع على تراجع بنسبة 0.1% على أساس أسبوعي، مقفلا عند مستوى 1533 نقطة، وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في البورصة لهذا الأسبوع 1,281,000 دينار، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 6,375,000 سهم. أما متوسط عدد الصفقات فبلغ 171 صفقة. التفاصيل في التقرير التالي. بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 12,751,183 سهما بقيمة إجمالية قدرها 2,562,251 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 342 صفقة. تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 28 شركة. ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 11 شركة، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، في حين كانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع الخدمات. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات باتلكو. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. اختتمت بمدينة صلالة العمانية أعمال مؤتمر التحكيم التجاري الخليجي في نسخته 24 تحت شعار التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون، الذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. وناقش المؤتمر في يومه الختامي عدة محاور في مجالات التحكيم التجاري ركزت على مجالات الاستثمار، كما استعرض المؤتمر أثر التحكيم في منازعات الاستثمار إلى جانب مناقشة الواقع والمأمول لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي، فضلا عن بحث موضوع التحكيم في قوانين استثمار رأس المال الأجنبي بدول مجلس التعاون الخليجي. خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية ب 150 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير، بتشجيع من انخفاض معدلات التضخم عن التوقعات في الآونة الأخيرة. وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك إنها قررت خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25%. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تباطأ معدل التضخم إلى 8.7% في يوليو، هبوطا من 9.4% في يونيو، مفاجئا المحللين الذين توقعوا ارتفاع الضغوط التضخمية في أعقاب جولة من تخفيضات الدعم رفعت أسعار الوقود بين 16 و30%. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. صندوق النقد يوصي بإلغاء الحد الأقصى لعمر مديره التنفيذي في خطوة داعمة للمرشحة الأوروبية كريستالينا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مستقبل المملكة المتحدة لا يمكن أن يكون إلا في أوروبا،
مؤكدا أنه يمكن التوصل إلى حل خلال 30 يوما حول مسألة الحدود الأيرلندية من أجل تأمين خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقبل يومين من قمة مجموعة السبع، قال ماكرون خلال استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الإليزيه إنه في إطار المفاوضات هناك عمل يجب إنجازه، مؤكدا ثقته في إمكانية التوصل إلى حل في هذا الشأن خلال 30 يوما. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن بريكزيت، مشيرا في السياق نفسه إلى ضرورة احترام إرادة الشعب الذي صوت على الاستفتاء. لذلك علينا الخروج من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل سواء تم الاتفاق أم لا. قال مسؤول بارز في إدارة ترامب إنه من المرجح أن يناقش زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أثناء اجتماعهم في فرنسا مطلع الأسبوع القادم إمكانية السماح بعودة روسيا للانضمام إلى المجموعة، لكن تصويتا على المسألة غير مرجح لأن المجموعة تعمل على أساس التوافق. وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لعودة روسيا للانضمام إلى المجموعة بما يجعلها مجموعة الثمان دول، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تصويت لحسم هذا الأمر. وأشار المسؤول إلى أن روسيا لم تطلب رسميا إعادة ضمها إلى المجموعة، وقال إن ذلك سيكون ضروريا حتى تحدث مثل هذه الخطوة. استبعدت روسيا من مجموعة الثماني بعد غزوها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ومساندتها لتمرد مناهض لكييف. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اقتصاد الولايات المتحدة يمكنه تسجيل أرقام قياسية إذا أجرى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الخفض في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن رسمت تقارير صدرت يوم الخميس صورة واضحة التباين لاقتصاد البلاد. وقال ترامب مرارا إن مجلس الاحتياطي دفع تكاليف الاقتراض للارتفاع أكثر مما ينبغي وإنه لا يخفضها بالسرعة الكافية، وإن قوة الدولار الناتجة عن ذلك تجعل من الصعب على المصنعين الأمريكيين المنافسة في الأسواق العالمية. وقالت الحكومة إن طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجعت بشكل حاد الأسبوع الماضي بما يشير إلى سوق عمل قوية، بينما ذكر تقرير آخر أن قطاع المصانع ينكمش للمرة الأولى في نحو 10 سنوات، بينما أشارت عوائد سوق الخزانة الأمريكية مجددا إلى ركود محتمل. ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي أوصى بإلغاء الحد الأقصى لعمر مديره التنفيذي، وهذه الخطوة تحتاجه المرشحة الأوروبية كريستالينا جورجيفينا للموافقة على توليها المنصب. وأتمت المرشحة عامها 66 الأسبوع الماضي، وسيجعل هذا التغيير صندوق النقد الدولي متمشيا مع مجموعة البنك الدولي التي ليس لديها حد أقصى للعمر للمناصب القيادية. يذكر أن قواعد الحالية لصندوق النقد تشترط أن يكون عمر المدراء التنفيذيين أقل من 65 عاما عند تولي المنصب، ولا يمكنهم البقاء فيه بعد أن يتخطوا 70 عاما.